التغيرات المناخية يعني أصبحت الخطر الأكبر اللي بيواجه البشرية خلال هذا القرن، وإن لم نكن يعني في تضامن بين الشعوب لمواجهة خطر التغيرات المناخية والتكيف معها وإزالة الكربون، هتبقى في مشكلة كبيرة والكلفة هتبقى أعلى بكتير، لأن لو وصلنا لنقطة اللا عودة مش هنبقى عندنا المقدرة على تخفيض غازات صحيح، الاحتباس يعني يا الحراري. دكتور نقدر نقول اننا عندنا مصدرين، مصدر انبعاث ومصدر امتصاص. مصدر الانبعاث هو الانبعاثات الكربونية اللي بتكون ناتجة عن مخلفات المصانع، وليكن مصانع الاسمنت والصلب والحديد الى اخره، بتمتصها التربة او الغلاف الجوي او المحيطات والانهار والغابات والاشجار، فبتحصل عملية مساواة. يعني اذا تساوى معدل الامتصاص في مع معدل قدرة مش الانبعاث ده تساوي، مش هيحصل حياد كربون. القدرة على الامتصاص بتبقى موجودة في يعني بلوعات وأحواض معينة زي المحيطات وموضوع برضو الأرض، ولأن في أشجار بتعتبر مخزن للكربون وخاصة الغابات، فكان بيطلق على غازات الأمازون إن هي رئة الأرض، بتمد الأرض بتلت أكسجينها وبتمتص ثاني أكسيد الكربون. في أشجار بقالها بال2000 و3000 سنة، قطر الشجرة لو تشوفيه يعني تستعجبي من قدرة الله. لما بدأت الغابات دي، إزالة الغابات تتم بصورة عشوائي واستبدال الغابات بأراضي لمحاصيل طبيعية، فبدأ يحصل خلل كبير جدا في هذا الموضوع، وخاصة إن الزراعة المروية أو الزراعات المحاصيل بتاخد كيماويات من اليوريا والنترات وبتسبب مزيد من غازات إطلاق غازات الاحتباس الحراري زي إطلاق أكسيد النيتروز الخطر جدا، العنصر الواحد منه صنفته الاي بي سي سي الهيئة الدولية الحكومية المعنية بالتغيرات المناخية، بيعادل يعني الطن بيعادل 165 طن من الكربون. فخطر جدا استخدام المواد الكيماويه في الزراعه، واصبحت الزراعه برضو في هم مش الصناعه بس، لا ده الزراعه والصناعه والنفايات المخلفات الصلبه، وكمان النقل سواء نقل جوي او نقل علشان كده بحري او في نقل اتجاه داخلي. للطاقة الشمسية والكهرباء بدلا من الوقود العضوي المعروف. طيب خلينا نروح مع حضرتك.